وقت شروق الشمس واقف مع عم سعيد، عمال بديله طريحة يخلص شغل حديد، والاستيشاري بيرن وانا مش عارف ارد، فبعت لي رسالة مكتوب فيها كده انا زعلت، والنجارين واقفين قلبه عاملين اضراب، ده مفيش مساتير زراجين مرابيع ولا بلاوي زداد، لما الشغل ده جاب اخري روحت البيت، كلمني مديري يقول لي ما بدري يا بيه، قلت له بص انا صبري